مرحبا تلاميذ الصف السادس، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا بدرس جديد عندنا محافظة كركوك. الموقع الجغرافي. يتميز موقع الجغرافي محافظة كركوك بأهميته الكبيرة لكونه يمثل الجسر الرابط بين محافظات شمال العراق من جهة، وبين محافظات الوسط والجنوب من جهة أخرى. هنا عدي تعليل. يتميز موقع الجغرافي لمحافظة كركوك بأهميته الكبيرة. الجواب: لكونه يمثل الجسر الرابط بين محافظات شمال العراق من جهة، وبين محافظات الوسط والجنوب من جهة أخرى. هذه محافظة كركوك تربط بين محافظات شمال العراق ومحافظات الوسط والجنوب. هذا موقعها، له أهمية كبيرة. هنا هذا تعليق كلش مهم وزاري. عندنا التضاريس محافظة كركوك. تضاريس محافظة كركوك: تتميز محافظة كركوك بموقعها من منطقة انتقالية في منطقة انتقالية بين منطقتين المتموجة والمنطقة السهلة الرسوبة. تتميز محافظة كركوك بموقعها في منطقة انتقالية بين منطقة المتموجة ومنطقة السهل الرسوبي. هنا لذا يمتاز سطحها بتنوع مظاهر التضاريس الموجودة عليه. هنا تعليل: تنوع مظاهر تضاريس محافظة كركوك بسبب موقعها في منطقة انتقالية بين المنطقة المتموجة والمنطقة السهل الرسوبي. هذا الجواب. هنا التعليل. التلال تعد من أهم مظاهر التضاريس المميزة لسطح المحافظة، وتتركز في الأقسام الجنوبية الغربية، منها في الأقسام الجنوبية والغربية منها. هنا يجيك فراغ تعد من أهم المظاهر التضاريس المميزة لسطح محافظة كركوك، أو يقول لك تلال تعد من أهم مظاهر التضاريس المميزة لسطح محافظة كركوك، وتتركز في الأقسام فراغ الجنوبية الغربية، ومنها تلال حمرين التي يصل معدل ارتفاعها إلى حوالي 350 متر، وبعرض يتراوح بين 5 إلى 12 كيلو متر، وتلال نفط دا وكاني دوميلان. لأن التلال هم اثنين. عندنا الهضاب، وتتركز في الأقسام الشمالية الشرقية. الهضاب تتركز في الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة، وأهمها هضبة كركوك، التي يتراوح معدل ارتفاعها ما بين 200 إلى 300 متر. هنا عندنا تعريف هضبة كركوك، وهي تتركز في الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة، يتراوح ارتفاعها ما بين 200 إلى 300 متر. عندنا السهول، وتتركز في معظم أقسام سطح المحافظة، ويرجع سبب تكوينها إلى ترسبات التي حملتها الأنهار الجارية، ومنها سهل حمرين وسهل الحويجة. هنا عندنا تعليل. السهول تتركز في معظم أقسام سطح المحافظة. هذا تعليل. الجواب: ويرجع سبب تكوينها إلى الترسبات التي حملتها الأنهار الجارية، ومنها سهل الحمرين وسهل الحويجة. عندنا مناخ محافظة كركوك. تقع محافظة كركوك ضمن المناخ السهوب. وهو مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط الذي يتركز في الأقسام الشمالية من المحافظة، وبين المناخ شبه صحراوي في الجنوب. هنا نقول محافظة كركوك ضمن المناخ السهوب. هذا تعليل أو يجيك تعريف. هو مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط
الذي يتركز في الأقسام الشمالية من المحافظة وبين المناخ شبه الصحراوي في الجنوب، وتبع لذلك فقط تميزت المناخ المحافظة باعتدال درجات الحرارة في الأقسام الشمالية، فيما تتميز الأقسام الجنوبية بارتفاع درجات الحرارة. أما الأمطار فتتباين هي الأخرى في معدلاتها باختلاف التضاريس المحافظة، إذ تزداد في الأقسام الشمالية وتقل كلما اتجهنا جنوبا، وتتراوح كميتها بين 300 إلى 600 ملم. هنا عندنا لماذا سميت بمناخ السهوب؟ الجواب نسبة إلى نباتات السهوب. عندنا هنا تعريف هذا باللون الأحمر، هو إن مناخ السهوب هو مناخ انتقالي بين البحر المتوسط ومناخ شبه الصحراوي، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى النباتات السهوب التي تسود منطقة العروض المدارية. عندنا الموارد المائية. تقسم الموارد المائية في محافظة كركوك إلى قسمين رئيسين. أولا المياه السطحية. المياه السطحية تتمثل بالأنهار والروافد التي تجري في المحافظة. المياه السطحية تتمثل بالأنهار والروافد التي تجري في المحافظة، وأهمها الزاب الصغير. هذا تعريف. هو أحد روافد نهر دجلة. يجري في الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة، ويجري بين محافظتي أربيل وكركوك. عندنا الزاب الصغير هو أحد روافد نهر دجلة. يعطيك الاسم ويقول لك في أي إلى أي نهر يرفد، يقول نهر دجلة. يجري في الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة، ويجري بين محافظتي أربيل وكركوك. العظيم، ويجري في الأقسام الجنوبية الغربية من المحافظة. اثنين، العيون والينابيع. تنبع هذه المياه من سفوح الجبال والمرتفعات، ويعتمد توزيعها الجغرافي على كمية الأمطار الساقطة. وتتركز المناطق العيون والينابيع في أغلب أقسام المحافظة، ولا سيما في حمرين وكاني دوميلان. أما بالنسبة لمشاريع السيطرة والخزن، فتتميز المحافظة بوجود عدد من المشاريع، من أهمها سد الدبس ومشروع ري الحويجة على الزاب الصغير. هنا تعريف يجيك سد الدبس. أنزلها موجود تعريفها. هو أحد المشاريع الري والخزن تميز في محافظة كركوك. عندنا هنا نبذة تاريخية عن محافظة كركوك. اسم كركوك مشتق من كلمة كركر. هاي يجيك فراغ. اسم كركوك مشتق من كلمة كركر، وتعني شعلة النار الملتهبة. وقد عثر فيها على العديد من المعابد والقصور والنصوص القانونية المدونة بالخط المسماري التي تعود إلى 3500 سنة قبل الميلاد. ومن أهم ما يميز كركوك قلعتها الشاخصة، والتي تضم بين ثناياها معالم المنطقة القديمة كموقع جرمو وسوق كركوك الذي يقع جانبي القلعة. كانت كركوك لواء تابعا إلى الولاية الموصل عام 1879، وفي عام 1976 استبدل اسمها من لواء كركوك إلى محافظة كركوك.